السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البتني. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول الله عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله نحضروا مع بعض وصفة لابيوري، راح نرفقوها مع اللحم بصلصة رائعة، بمرق تاع الثوم والزيتون. خليكم لكم على وصفة مع المقادير مشاهدة ممتعة للجميع. نبدأ على بركة الله. أول حاجة لنا كما كنتم تشوفوا عندي أطراف تاع اللحم، انتم استعملوا اللحم اللي عندكم سواء تاع العنق يعني الرقبة، المهم أطراف اللي عندكم. انا عندي اطراف مختلفه كما هكا، مهم استعملتهم وخلص فيهم شويه نتاع الشحم. لهنا بما انه اللحم تاعي فيه شحم مانيش راح نستعمل الزيت نهائيا باش نتفاهموا. عندي حبه تاع طماطم تكون كبيره الرابيها، وعندي لهنا حوالي 5 سنات نتاع الثوم لانه الصلصه اللي راح نخدمها هي صلصه الثوم. وعندي لهنا زيتون اخضر، عندي ملعقه تاع اكل طماطم مصبره، وعندي نصف ملعقه تاع اكل هريسه، عندي كركم، عندي زنجبيل، عندي فلفل احمر، فلفل اسود، وكمون، وشويه تاع الكزبر، وشويه تاع الملح. هذو هما المقادير اللي نحتاجهم بالنسبه للحم تاعنا باش نطيبوه. ناهيك على الوصفه تاع لابيوري. اول حاجه نحيو الحوايج هذو منا، نجيبو كيروانه نحطو فيها اطراف اللحم تاعنا. بهذا الشكل وراح نبدا نتبلها بهذا التوابل فقط. كنت تشوفوا كيفاش، وكاين توابل الخاصه بال عفوا، وراح نخلط بهذا الشكل. ما ندير لا زيت لا ماء لا حتى حاجه، فقط الهريسه والطماطم نضيفها هكا، ونضيف هذوك التوابل لازم ندخلهم مليح. نتوما من الاحسن تخليوها تبات ولا تخليوها على الاقل ساعه في الفريجيدار، تغطيوها وتخليو حتى التوابل هذوك يقيسوا مليح الملح ويدخلوا في الملح، او عفوا يدخلوا في اللحم هكا بهذه الطريقه. ولكن انا بما انه راح الحال وراني نصور لازم نخدم الكل كلش في البلاصه. بهذه الطريقه دركا واش راح ندير، نجيب لهنا كاسرونه كيما هذه، انا مش راح نطيبو في الكوكوطه، ونحط اللحم تاعنا هكا. باش يتقلى لي كامل مع بعض نحطو في البدايه على نار قليله، شوفوا كيفاه. لهنا من بعد انا الكروانه هذه راح ندير فيها شويه ماء ونغسلها ونضيفه هنايا لانه راهي نظيفه، فقط فيها الدواوات هذو ما نرميوهمش. دوك راح نحطها على النار. عندي لهنا الوقت اللي خليت اللحم تاعي يتقلى، نضيفوا هذيك الثوم لهنا مع هذيك الطماطم يعني باش نفرزوا حوالنا فقط، ونخليه واحد ثاني يتقلى هذاك اللحم جيدا باش نضيف هذه الطماطم نتاع الحب مع الزيتون. لا اذا نشوفوا كيفاش راهو بدا يطلق فيه هذاك الزهم تاعو، نقليوه جيدا. بالنسبه لهنا اللحم تاعي انا سييته من قبل، لقيتو يطيب في ساعه يعني ماهوش كما نقولوا حنايا شارف بالعاميه، يطيب في وقت قصير. مانيش راح نديرو في الكوكوطه، فقط راح نغطي عليه بالمقفل تاعها تاع المرميطه فقط. ولكن لهنا لازم تقليوها جيدا. بعد ما تقلى اللحم تاعنا لهنا جيدا، واش راح ندير؟ شوفوا كيفاش، حتى تشوفوا بدا يتغير اللون تاعو. نجيبوا لهنا هذيك الطماطم نضيفها، ونضيف هذاك الزيتون، ونخليها تتقلى مليح عفوا على نار تكون متوسطة، ما تقولوش النار باش يطيب في عقلو ولا صوص تاعكم تجيكم مليحه وخافره. اذا هذه الطريقه يعني طريقه سهله، فقط انا في الوصفه تاعنا راني ما درتش فيها البصله لانه هذه عيطوا لها صلصه الثوم. جربوها بهذه الطريقه وراح تشوفوا هذاك الاختلاف. نزيد نخليها تقلى مليح ومن بعد نمرقها معكم لمده ربع ساعه. وقت اللي خلينا لهنا اللحم تاعنا راهو يتقلى، من جهه اخرى نحطو باش نحضروا لابيوري. كما كنتم تشوفوا البطاطا تاعنا راهي قريب تتسلق، قشرتها نحيت لها القشور هذوك،
وحطيتها لهنا مع شويه ملح. بعد ما غلات انا الماء اللي هنا مانيش راح نرميه، راح نحتفظ بكاس نتاع الماء من الماء هذا يا بعد، ومن بعد راح تشوفوا كيفاش نخدموا مع بعض. لابيو نهزوا هذيك السله تاعنا نقطروها مليح، او هذاك الصفايه تاعنا نقطروها جيدا من الماء، شوفوا كيفاش، ونحطوها من جهه اخرى. والماء هذا راح نحي منه كاس نحتفظ به، والباقي نرميه. هذوك البطاطا هذيك راح نرميها كامل هنايا، وراح نعبزها بالفرشيطه ولا هكا بالفرشيطه حتى نعبزها كامل وهي سخونه. لازم تخدمو وهي سخونه هكا باش تعبز لكم فاسيلمون، واللي عنده هذيك الاداه الخاصه بلا بيوري يخدم بها. نعبزها اذا هنا بعد ما عبزنا هذيك البطاطا كامل، نجيبوا هذاك الكاس نتاع الماء نضيفوه، هو الاول. عندي ايضا ملعقه نتاع زبده نضيفوها ندخلوها لداخل باش تذوب، لازم تضيفوها على البطاطا وهي سخونه. وعندي ايضا زوج حبات نتاع الفرماج، انا راح نستعمل لافاش كيري. عندي الربح اللي هو الملح، عندي شويه نتاع الكمون ما تكثروش، وعندي شويه تاع فلفل الكحل ايضا ما تكثروش. هذو هما التوابل اللي نضيفوهم. ومن جهه اخرى عندي كاس تاع الحليب، ولكن مانيش راح نضيفه، راح نخلط بالباتور حتى نخلط كامل المكونات، وراح نضيف الحليب حسب القوام اللي بغيتو. ممكن انت لابيوري تاعك بغيتيها تكون مايها بزاف ضيفي الحليب بزاف، اذا حبيتها كما انا المره هذه راح نزينها، يعني راح نديرها دي روزاس وراح نخدمها بلا بوشادوي، راح نخليها شويه تكون كونسونطري باش نتفهموا. نبداو بسم الله. اذا لهنا انا القوام تاعي ما زلت نحتاجه يكون شويه جاري على هكا، لانه من بعد راح تبرد راح تزيد تحكم روحها. اذا درك راح نضيف الحليب، ومن بعد ان شاء الله نعطيكم في الاخير القوام. اذا شوفوا القوام اللي راح نحتاجه انايا هكا، لازم انا واش راح ندير دركا، نخليها حتى يطيب لي اللحم تاعي وطيب لاصوص تاعي، باش من بعد راح نقدمها لكم في الاخير في صحن التقديم. بالنسبه للحليب انا ضفت غير شويه، ولكن راح نزيد نحتفظ به باش من بعد اذا حكمت روحها بزاف راح نزيد نضيف لها الحليب. من بعد ما كملنا لا بيوري تاعنا نرجعوا للحم تاعنا، شوفوا كيفاش تقلى مليح، ايضا هذيك لاصوص او هذيك الطماطم شوفوا كيفاش ولات. دوكا راح نمرق، طبيعه الحال راح نمرقوا بالماء يكون سخون. تبعوا هذه الخطوات وراح تنجحوا في الوصفه تاعكم وتجيكم حاجه ما شاء الله. بسم الله، حاولوا تغمروا اللحم تاعكم، تغمروه بالماء، والنار تكون متوسطه ما تكونش قويه بزاف وما تكونش قليله، المهم تكون متوسطه باش اللحم تاعكم يطيب مليح وهذاك الزيتون يطيب مليح وايضا المرق يجي مليح. نزيد نضيف شويه نتاع المرق ونخليه باش يطيب اللحم جيدا. دوكا انا نخليها طيب ومن بعد ان شاء الله في الاخير نرجع لكم. اذا لهنا يكفي هذا القدر، شوفوا لهنا كيفاش. دوكا انا واش راح ندير، راح نصفي نحي هذا اللحم وحده وراح نزيد نقليه، يعني نعطيه لون محمر باش يجي بنين. فقط لهنا لاصوص شوف كيف راهي خاثره ما شاء الله، اسكو يتبان ولا ما تبانش ما على باليش. المهم دوك نحي اللحم ومن بعد نكملو. لهنا نحطو مقله نديرو فيها شويه زيت، نحطو اطراف اللحم بهذه الطريقه، نعطيه تحميره على الوجهين ومن بعد ان شاء الله نروحو مع بعض نقدمه لكم في صحن. لهنا بعد ما صفينا هذاك المرق تاعنا شوفوا كيفاش راهو ما شاء الله، ايضا الزيتون تاعنا صفيناه، نجيبو اون بوش هادوي كيما هذه وراح نحطو البطاطا تاعنا فيها. عفوا انا راح نزينها كما قلت لكم، نتوما القوام تتحكموا فيه كما تحبوا نتوما. اذا لهنا نجيبوا الصحن تاعنا اللي راح نقدموا فيه البلا تاعنا تاع نهار اليوم، ونبداو نخدموا بهذا الشكل هكا، نزيدوا منه حتى نكملوا الطبق. شوفوا كيف هكا، ونروحوا حتى نكملوها كامل، نجيبوا اطراف اللحم هذوك اللي حمرناهم مع بعض حطوهم
هكا ومن بعد نجيبوا هذاك المرق نشربوا اللحم تاعنا مليح بهذاك المرق. ومنها بطبيعة الحال شوية نتاع لاصوص عفوا، ونهزو حبات الزيتون نحطوهم هنايا بهذا الشكل. شفتوا كيفاش يجي طبق راقي؟ هاكا بركع شويا الطبق تاعنا يكون حاضر. وانتم لكم الاختيار كيفاش راح تزينوا الطبق تاعكم. درنا لهنا صوص باللحم ودرنا ايضا لابيوري بطريقه سهله وبسيطه وتحضري في وقت قصير. نتمنى انها تنال اعجابكم الوصفه تاعنا اليوم. شوفوا الطبق واش شهي ما شاء الله. اذا عجبتكم الفيديو تاعنا اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل الفيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيتكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر. تهلاو في رواحكم وسلام.